القرابة ديالي معاها أخت ماشي بنت الخالة، بالنسبة لنا كانت أكثر من أخت. الصراحة تلقينا الخبر، تلقيناه بواحد المأساة وبواحد الحزن ما كناش كنتوقعوه. كان عندنا أمل تنقولوا أننا غادي نقاو من بين الناس اللي كانوا في الفاغون الأخرانيين اللي ما تقاسوش أو لا من الجرحى أو لا. كنت كنقول غتعيطوا تلقاوها في دارهم، ولكن الحزن سوء الحظ ما كبرها. كبرنا انصامبل، عشنا انصامبل، تربينا انصامبل، كنا خوت نبكيو مع بعضنا، نضحكوا مع بعضنا، نجمعوا مع بعضنا. من نهار دار هاد المواقع التواصل الاجتماعي يعني ديما اون كونتاكت بالليل بالنهار. الحمد لله على كل حال. سير اقتصاد كانت بقات ليها شي 4 موا ولا 5 موا وتاخذ 2 موا 2 موا وتاخذ الماستر ديالها. علاش مشات؟ وكانت كتقرا في ليكول تما، كدير لا نافي شاك جوغ. كانت مسكينه عندها تاخذ الماستر ديالها وكانت باغا تكمل القرايه ديالها في كندا. كانوا عندها مسكينه احلام وطموحات، كانت كتبغي الناس كامله، كنت كتقلق من حتى شي واحد، ما كنت كتغوت على حتى واحد. حنينه في دارهم، حنينه فينا، حنينه في كل شيء. ما تيقتش. نهاريت مشيت كنغوت تنقول لهم خصني نشوفها بعينيا ونتاكد، لدرجه ان الزوج ديالي تيقول لي انا شفتها. راه تنقول لي واش هي؟ متاكدين ماشي هي، غير تشابهات لكم وصافي. مشيت من بعد ما ردونا للدار تنقول لهم ماشي هي، غير مضروبه، غير مجروحه وغترجع، غنمشي نشوفوها، غادي يجيو يقولوا لنا ماشي هي. ولكن الله عطا والله اخذ، وانما نديروا في حكم الله وقدره.